عملنا مناقصة دولية مؤخرا لاقتناء عدد كبير جدا من كشوفات البي سي ار، وكذلك اللي نعيطوا له كيت دي بريف مولي استعملوه. درنا مناقصة دولية لأكثر من 250 ألف تحليل بي سي ار، اللي وهذه طرنا فيها وراح يعني كما نقولوا احنا جينا في الأسابيع القادمة. معهد باستور بالذات رانا في طور تقريبا في القريب العاجل راح كذلك نتعزو بإمكانيات اللي راح ترفع كذلك أكثر من ناحية التعامل بالبي سي ار، بالتشخيص بالبي سي ار، لأن تكون عندنا ماكينات عندها القدرة بتعامل بإعطاء فحوصات مضاعفة باثنين ولا ثلاثة ما هو عادي. نرانا في أكثر من 35 أو 36 مخبر، من بين مخبر يعني عام مخبر خصوصي وفيه مخابر خاصة آتية إلى الآن في طور يعني مع معهد باستور من حيث إعطاء الضوء الأخضر من ناحية الكواشف تاع البي سي ار. مثلا لما شفنا المخبر في ولاية أدرار، هذا مخبر جديد ومخبر جديد بالكشوفات دياله، فبالتالي هذه تعتبر زيادة على الكشوفات. ولما يزيد يحل مركز خاص ومراكز أخرى في بسكرة مثلا، حل استطاع الآن أو يدير بالنسبة خاص وكذلك عامر يديروا البي سي في بسكرة، هادو حلوا بالكشوفات تاعهم، فبالتالي الكشوفات راح تزيد كذلك من ناحية من عدد البي سي اللي نديروها يوميا. الناس لازم تتفكر بلي كاين الفيروس اللي نعيطوا له السارس كوف، وكاين المرض، حتى وينقص المرض الفيروس يقعد يمشي، فبالتالي الوعي انك ما تخليش الفيروس يتسبب في المرض. يعني الدروة انه قاس كثير من الناس، ولما يبدي قاسي من الناس هذا يعني بصفة غير مباشرة انه راح يعطي مناعة عدد اكبر فاكبر من الاشخاص، وهاد الناس اللي يكونوا عندهم مناعة ضد الفيروس راح يكونوا حاجز للفيروس للانتقال، فبالتالي يبدأ الفيروس ينقص. مع التأشيرات، مع الرياضيين، مع الحملات، نشخصوا في بعض الحالات يوميا 2000 بي سي ار في اليوم، وهاد 2000 بي سي ار اللي نديروها في اليوم يوميا من جراء هذه التحاليل كما قلت لك الإدارية، رياضيين، اجتماعية، المرضى سمحت لنا بإعطاء التحاليل وإعطاء اللي كما قلنا احنا النتائج في ظرف يوم او يومين على اكثر تقدير.